ذكرت الدفاعات دلوقتي، وطبعا احنا معانا الصخره، صخره الدفاع، وكابتن وائل جمعه على التليفون معانا. الو، مساء الخير يا دهام، ازيك؟ عامل مساء ايه؟ النور، ازيك يا كابتن؟ الله يسلمك، ربنا يخليك، الف الف وسلامتك مبروك لكابتن هاني، وائل. وربنا ازيك يبارك فيك. حبيبي، مبروك ازيك يا كابتن هاني، اخبارك ايه؟ وربنا وحشنا بركات. طبعا حبيبي 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 يا جمعه، وحشني جدا والله، والله وانت كمان يا حبيبي والله. والاستديوهات مفتقداك يا بركات. حبيبي حبيبي، هنروح فين؟ ها شويه. طبعا كابتن بركات راجع شويه. يا اخي ان شاء الله، يا اخي نطول، يا اخي ان شاء الله نعمل حاجه حلوه ان شاء الله. تطول يا بركات باذن الله، وتودينا كاس العالم باذن الله. باذن الله كابتن وائل. بركات كان بيتكلم، كنت بكلمه في حته فنيه، دايما بيقول والناس شايفه ان دلوقتي مشكله عندنا في السردباكات، عندنا مشكله فيها. فالكابتن بركات لا، بيقول لا، المشكله مش اساسيه في السردباكات، ده يمكن في الاجمالي او خط الدفاع الاول بالنسبه للفريق. طيب لما كان بركات بيلعب، كان اخبار الناس اللي بتيجي عليك زياده ايه؟ لا هو اكيد هيحكي لكم طبعا الموقف بتاع ارفع دراعك. ارفع ايه؟ ارفع دراعك يا بركات، دي هو ارفع دراعك يا بركات، ارفع دراعك بتلعب مدافع. اه والله. طب اقول لك على حاجه، على الاقل انت مدافع. انا اديته درس يا كابتن، اداني درس والله. على الاقل انت علمتني حاجه والله يا جمعه، انت علمتني حاجه صح والله. اه والله ليا ايه علمك ايه؟ يا كابتن انا جيت لما علموني العب باك رايت، والله انا قلتها قبل كده، انا العب باك رايت يعني هيفرق معاه جدا. الفرقه تخرج ويكونوا خارجين غلط، والراجل مخترق من نص الملعب من قلبهم ويروح انفراد. طب انا اعمل ايه؟ طب انا سريع اقول، طب اجري معاه، اروح احاول اجري اجيبه، مفيش، طق جون اللي بعدها، طق جون. يا جماعه انتوا طالعين وسايبين له الدنيا، والدنيا مفتوحه من النص وبتاع. قال لي انت مالك انت بيه بتجري؟ اقول له الراجل راح يجيب جون. هو كان بيغطي الاوفسايد يعني ولا ايه؟ مش والله ما مغطيه، هو كده كده رايح، انا بحاول الحقه والله. اسمع بس مني والله، مش مساله. هو جم قال لي، قال لي كل الناس بتتكلم عنك في الاستوديوهات، بيقول لك انت اللي مغطي الاوفسايد. قلت له طب اعمل ايه؟ قال لي اعمل زينا. قلت له انتوا بتعملوا ايه؟ قال لي اطلع وارفع ايدك لللاين مان. اطلع وارفع ايدك. كنا بنلعب، هو ده الدرس اللي انت اتعلمته. علمني حاجه بقى، بطلت اجري ورا حد بقى خلاص، اللي يروح يروح. باك يمين، فطبعا بركات لسه بقى مش متعود على المكان وكده، ودايما بقى متاخر ورانا، وانا اللي بلعب جنبه، فدايما كان بتبقى في مشاكل مثلا في التغطيه، نبقى احنا متقدمين وهو متاخر. لا يا جمعه انا مش متعود على التغطيه، وكنت لسه برضو مش متعود على البساط بتاعتك اللي ببطن رجلك اللي كنت بتدالي وانا فاتح لك على الخط، خد بالك برضو ما كنتش عارفها. جامده طق. لا ده يستلم الجون انا كنت بحطك في مرحله احتراف. لا هو بعد كده يقول لي على فكره انت لعيب كبير، المفروض لما اديك كده توقف. ده مشى كل الباكات رايت اللي لعبت في النادي الاهلي بالبساط دي، محدش استحمل، محدش وقف معاه. لا كان تعاملك معاه فعلا يا وائل، يعني هو طبعا لا. انت سردباك جنبه، هو بيلعب جنبك ناحيه اليمين، وانت المفروض وانت طالع انت اللي بتقول له اطلع ولا اقف، يعني برضو انت اللي بتقول له، حتى في الاوف سايت ولا حاجه، المفروض لما السردباك بيقول اطلع فانت لازم والله تطلع. ولا كان بيقول ابيض ولا اسود، ده كل واحد كان بيقول لك يلا نفسي. هو بيطلع لوحده. لا بعيد عن الهزار والله يا كابتن هاني، واحد بركات من احسن الناس اللي تحب ان يبقى جنبك في الملعب. اولا عنده ثقه في نفسه كبيره جدا، تديله الكوره ما يخافش يلعب في الوقت الصعب اللي الفريق بيحتاجه وبيلاقيه. دي كانت من اكثر الميزات اللي انا كنت احب ان بركات يبقى جنبي في الملعب الصراحه. ما اعرفش هو بيبادلني نفس الشعور ولا لا، بس يعني ده انا نفسي تبقى قاعد جنبي على الكنبه دلوقتي يا اخي. وكلنا بصراحه اوقات بجد، يعني ان شاء الله باذن الله لما ترجع كده اجازه باذن الله، يعني ده بيتك، البيت الكبير بيتك، والنادي الاهلي منتظرينك معانا ان شاء الله. لازم في اقرب وقت ان شاء الله يا كابتن. ان شاء الله ان شاء الله. في لعيبه للنادي الاهلي طبعا على بطوله الدوري طبعا، احنا يعني انا ما هنتش لان دخلنا طبعا في قصه بركات ووجوده معاكم، ودي فرحه كبيره طبعا، انما مبروك للنادي الاهلي وجمهوره، ودايما وابدا ان شاء الله النادي الاهلي كسبان بطولات، كسبان بطوله الدوري، ويعني اصبحت بطوله الدوري بالنسبه لنا بطوله عاديه. هدفنا وطموحنا دايما دلوقتي هو دوري الابطال اللي بنسعى وراه ان شاء الله، يعني نحققه السنه دي باذن الله. انما ده ما ينتقصش ابدا من حق اللعيبه في الفوز بالبطوله دي. قبل الكورونا كان الشكل العام والمنظر
مبهج، وهو ده الاهلي اللي تحب تتفرج عليه. اكيد بعد كورونا الامور اختلفت شويه، واصابات وضغط مباريات وامور كتير مش مستغنى، انما ان شاء الله يعني الفتره اللي جايه الامور دي ترجع باذن الله قبل دوري الابطال ان شاء الله. بس كان في لعيبه كتيره برضو في مشوار الفريق السنه دي كان لهم بصمه، ايه اكتر لاعب انت شفته يا كابتن وائل ليه بصمه السنه دي في الموسم ده مع النادي الاهلي؟ اول واحد طبعا سام كان الشناوي، اكيد يعني بصراحه واحد من العوامل المهمه جدا جدا بمستوى الموسم ده وقيادته للفريق. ثم بعديه عمرو السليم، الاثنين دول كانوا ابرز اثنين في اداء الفريق النادي الاهلي فريقين يعني اصحاب المستوى الثابت اللي كل المباريات اللي بيأدوها بنفس المستوى واداء جيد محافظين على مستوى. مشكله المجموعه اللي موجوده سهام وكابتن هاني طبعا متابع، هي استمراريه اللاعب على المحافظه على مستواه وعلى ادائه الفوز كل المباريات، ودي اللي كانت بتميز الجيل بتاعنا. الحمد لله كان في استمراريه على الفوز ورغبه دايما في الفوز، واللعيبه بتحافظ على نفسها وكل مباراه بالنسبه لها تحدي ان هي تبقى احسن من المباراه اللي قبلها. انما دلوقتي حته الاستمراريه دي مفتقده بقى. هي الرغبه موجوده كابتن وائل، بس في مشكله اصابات للاسف. واضح يعني كان الشناوي وعمرو السليم. في مشكلة كمان كابتن وائل، وانت عارف لما بيكون دايما في مراكز ما ينفعش اللي جنبك يتغير على طول. عندنا مشكلة كان اصابات كتيرة جدا في موضوع قلب ملعب او الاثنين السردباكين، محمود متولي اتعور وبعدين رامي ربيعه وسعد مش مقيد، وبعدين يعني كمان ياسر ابراهيم كان بيلعب وبعدين يتعور. فانت عارف الجزء ده مهم جدا، ان الاثنين اللي يلعبوا جنب بعض دايما يبقى في ثبات شويه في الجزئيه دي. فشايفها ازاي وتتعالج ازاي الجزئيه دي؟ ما عندناش مشكله فيها، كل اللعيبه كويسه، لكن ان شاء الله عمليه ثبات المركزين دول مع اثنين يفهموا بعض بشكل افضل خلال الشهر اللي جاي. يعني هو الفريق كان استقر على محمود متولي كيبقى لاعب اساسي في ظل اصابه سعد واصابه رامي واصابه ياسر، وهي دي الاستمراريه اللي انا كنت اقصدها يا كابتن هاني، ان اللاعب بره الملعب يحافظ على نفسه كويس، يبقى هو مسؤول عن نفسه. احنا كنا برضو في نفس المكان وكنت بتخلص المباراه بتفكر في المباراه اللي بعدها، حته العقليه مختلفه شويه الفتره دي، ودي اللي بتاثر على اللاعب. الكره ساعتين يا كابتن هاني في الاسبوع او في كل اربع خمس ايام، انما حياتك كامله بتعيشها بره الملعب. ده صحيح. حياتك بره كامله دي بتاثر في مستواك وبتاثر في الساعتين اللي انت بتلعبهم دول، من خلال نومك ومن خلال تركيزك ومن خلال ان انت تبقى واخد بالك من نفسك، ما تخرجش نفسك بره التركيز، فدي كلها بتاثر على وجودك. فهي دي حته الاستمراريه اللي انا كنت اقصدها، وانا اعتقد ان لولا الاصابات اللي بتحصل للعيبه كان هيبقى في استمراريه، كان هيبقى في استمراريه في اثنين يبقوا موجودين دايما، انما التغييرات مع الاصابات الكتير دي يعني الراجل برضو معذور فيها. صحيح. مع ضغط المباريات مع 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 يعني مع مشاكل موجوده، انما الحمد لله بتعدي. ورغم كل دوت والاهلي واخد الدوري قبل يعني قبل نهايته بست سبع اسابيع، يعني رغم كل المشاكل دي يا كابتن وائل. لا طبعا انا قلت لك يعني ده ما يقللش الفوز بالدوري بدري، ده يحسب للاعبين ويحسب للجهاز الفني وللمدرب يا كابتن هاني. مش معنى ان انت حصلت على الدوري ان انت مثلا فرقه ثانيه مش كويسه او ضعيفه. لا طبعا حصلت عليه بمجهودك وتفوقك بفوزك باكبر عدد من المباريات وبان انت افضل دفاع في الدوري واقوى هجوم وبالروح اللي انت قدرت تفوز بها مباريات كتير. وكمان في حاجه ثانيه اضافيه، الفار الموسم ده يعني الناس كانت دايما بتقعد تنتقد في التحكيم وتقول التحكيم بيجامل الاهلي، انت كسبان بالفار الموسم ده، وشوف الفار مأثر ازاي في نتائج فرق في الدوري بشكل واضح. صحيح. كابتن وائل، انت من النجوم اللي حققت البطوله المهمه دي اللي احنا كلنا منتظرينها ان شاء الله، رسالتك ايه للاعبتنا؟ وانا عارفه ان هم هيسمعوك وهياخدوا برايك، لان انت طبعا يعني لاعب مهم جدا ومؤثر جدا كمان. ايه الرساله اللي انت تحب توجهها لهم قبل بطوله افريقيا؟
احنا يعني كل البطولات بالنسبه لنا سام مستوى واحد، واحنا قلنا قبل كده النادي الاهلي لو دخل دوره رمضانيه النادي الاهلي مطالب بالفوز بيها طبعا. احنا بيحب البطولات، بيحب الفوز بالبطولات. دلوقتي اصبحت البطوله الافريقيه مهمه اكثر بالنسبه لنا للامتيازات الكثيره اللي بتساعد بيها النادي الاهلي، وصلت النادي الاهلي للعالميه وخلاص احنا جمهورنا وصل لمرحله ان احنا ما بنقبلش بطوله الدوري لوحدها، بنقبل دوري دوري الابطال الافريقي معاها. فالبطوله يعني ليها مواصفات وليها حاجات كتير جدا قبلها، مش هتروحي بكره تلعبي البطوله تقول لا انا عايز لازم اتعدى قبلها بشكل جيد جدا، ادخل في احسن حاله واحسن فورمه. وانا رايي ان احنا نسيب الراجل زي ما هو شغال دلوقتي حسم بطوله الدوري، يقدر يجرب اللعيبه في خلال الفتره اللي جايه، اللاعب اللي محتاج راحه يريحه، اللعيب اللي محتاج يجهزه، وده شغل المدرب، وده هو اكيد خد تجارب من خلال البطوله من بدايتها، بدا معانا خد تجارب صعبه في خلال البطوله انه يخرج سان داونز في الفريق القوي جدا في البطوله دي. فهو الراجل دلوقتي اصبح عنده الخبره الافريقيه اللي يقدر يتعامل بيها مع المباراة. وبعدين انا يعني لو بنقارن النادي الاهلي بالثلاث فرق الاخرين اللي معانا في البطولة اللي هو الزمالك والوداد والرجاء، انا اشوف النادي الاهلي هو افضلهم من حيث الاستقرار ومن حيث الهدوء اللي موجود فيه. في مشاكل في الوداد، في مشاكل في الرجاء، في مشاكل في الزمالك، تغيير المدربين في الوداد وفي الزمالك اكيد ليه تأثير سلبي على الفريق. احنا الفريق الحمد لله المستقر اكتر، الفريق الحاسم الدوري ومرتاح، فيه منافسه كبيره بين الوداد والرجاء، هيلعبوا مع بعض يوم الخميس الجاي لسه على بطوله الدوري، وعندهم مشاكل في الكورونا والدوري كان متوقف عندهم ولسه راجع. فاحنا الحمد لله افضل، واحنا عندنا الوضع احسن، مميزات افضل منهم. بالظبط. طبعا نتمنى ان شاء الله السنه دي تبقى هي بطولتنا باذن الله. ان شاء الله باذن الله يا كابتن وائل تكون البطوله الافريقيه التاسعه بالنسبه لنا. وبرضو عايز يعني قبل ما يعني اسالك سؤال، عمليه الضغط على اللعيبه، انتوا اتعودتوا طبعا على الضغوط ديت، لكن خلينا نتكلم لما بتحس ان الضغوط بتعلى شويه، ده بيبقى بدل ما بالإجابة على اللعيبة ممكن يكون بالسلب. فعايز برضو أقول للعيبة ومحمد بركات يخش معنا في النقاش ده، محمد لما بتحس إن الناس كلها ضغطة وإحنا بطولة مهمة وكل حاجة ونفسنا فيها، لكن الضغوط الزيادة العالية شوية دي ممكن تجيب أثر سلبي شوية، ولا أنت شايف إزاي؟ والله أكيد هي لا، أنا ما أحبش الضغوط، أنا هعتبره ماتش بطولة مهمة، بس أنا هنزل ألعب ماتش زي ما أنا كنادي أهلي نازل ألعب، وأنا بنزل ألعب ليه؟ أنا بنزل ألعب على المكسب، مفيش حاجة ما تخليني أقعد مضغوط. بقول لك 7 سنين كتير وعايزين البطولة، إنما أنا مش لازم إن أنا أنزل الماتش متوتر، ولازم أبقى فاهم إن أنا هلاعب أندية كبيرة جدا. ولازم أبقى عارف إن أنا مع الأندية الكبيرة بعمل ماتشات كويسة، والفرقة أما تبقى كويسة اللي قدامك ممكن تخليك أنت كويس وتلعب ماتش كويس، بس تبقى فاهم إن دولت في الآخر في 90 دقيقة وفي 90 دقيقة والاتنين متصلين ببعض. إحنا لعبنا 2 نهائي وخسرنا منهم مباراة كنا كسبانينها 3-1 وبعد كده خسرناها، فلازم يبقى التركيز في خلال 180 دقيقة علشان أقدر إن أنا أوصل للمباراة النهائية وأحقق حلمي وصعودي إن شاء الله بإذن الله من قبل النهائي، تخلي برضو تركيزك يتضاعف في النهائي، لأن أنت بتوصل لآخر سلمة مرتين وما بتقدرش إن أنت تجيب البطولة، فده برضو حاجة احنا مش متعودين عليها، فبتبقى محتاجة تركيز، محتاجة تكاتف من الناس كلها، محتاجة إصرار من اللعيبة كلها بعيد عن أي ضغط، لأن الضغط هتبص هتلاقي أنت أول ما بتضغط تلعب كورة ولا تنزل مضغوط، هتبص هتلاقي نفسك رجلك تقيلة، هتبص هتلاقي رجلك بتشد، تركيزك بيقل، بتعمل أخطاء، بتعمل، فعلى إيه كل ده؟ الموضوع أبسط مما تتخيل. وزي ما وائل جمعة دلوقتي اتكلم قال لك انت اما بتبقى في قمه تركيزك الفني، اما بتبقى بدنيا كويس بتاع والتحضير يا كابتن كمان، انت قريب ان انت تحقق البطوله. يعني طبعا كابتن وائل انت كمان لعبت من نهائيات كتيره جدا على مستوى النادي الاهلي وعلى مستوى منتخب مصر، التحضير مهم جدا، ده اللي بيتكلم فيه بركات، انك ما توصلش لدرجه التوتر والضغط على اللعيبه انه تخرجوا عن تركيزه، لكن عمليه التحضير مهمه جدا، تبينوا المباراه صعبه، المباراه فعلا صعبه، تحضروا بدنيا كويس، تحضروا نفسيا كويس قوي، وفي الاخر ينزل
ينزل المباراه وعنده ثقه في نفسه وعنده ثقه في كمان في اللي حواليه، فده مهم. احترم المنافس كابتن هاني، احترم المنافس بس ما تخافش منه، يعني احترمه بس ما تخافش منه. اتفضل يا كابتن. في نقطه بس دلوقتي، في نقطه دلوقتي هي النقطه اللي انا اشوف ان لاعبتنا محتاجينها جدا دلوقتي مع التحضير طبعا البدني اللي انت اتكلمت عنه، التحضير الذهني. لاعبتنا محتاجه تعيش المباراه السيمي فاينال دي من النهارده، يعني من فتره، يعني نعيشها من فتره في دماغها. في نقطه ما كانتش موجوده، في مكان ما كانتش موجوده على ايامنا بالشكل القوي دلوقتي، وهم عندهم نقطة كانت موجودة، يعني النقطتين دول متساويين يا كابتن هاني. احنا كان على ايامنا جمهور، وبركات عارف وعاش الفترة دي معانا، جمهور كان في الملاعب كلها موجود، وضغطه كبير جدا. دلوقتي هم بيعيشوا النقطة المقابلة ليها، وهي نقطة السوشيال ميديا، ودي نقطة بتأثر بشكل كبير جدا، ان في لعيبة منهم بيتأثروا بالسوشيال ميديا بشكل مبالغ. ده اللي كنا بنقوله، ده اللي كنا بنقوله من شوية يا كابتن. ضمن النصايح من ضمن النصايح سهام، ان اللعيبه كل ما المباراه تقرب تبعد عن السوشيال ميديا على قد ما تقدر، عشانها ضغط. ودي من الحاجات اللي بتخرجه، لان في النهايه الجمهور عايز يتفاعل مع اللعيبه. صحيح. لما الجمهور كان بيحضر كان بيتفاعل في الملاعب، انما دلوقتي الجمهور ما بيحضرش، فالجمهور بيبقى عايز يوصل رسائل للعيبه بشكل معين، كل واحد بطريقته، وبقت الامور بتوصل بسهوله دلوقتي عن طريق السوشيال ميديا. كله بيفتح الانستجرام كل ردود الفعل على الهواء. بالظبط. فدي نقطه، دي نقطه مهمه جدا، ان احنا نتعامل مع اللعيبه، واللعيبه تعرف تتعامل معاها من دلوقتي وتحضر نفسها للنقطه دي. الحاجه اللي بتزعلك ما تبصش عليها، حاجه اللي كده ما تحاولش ان انت تتعمق فيها، لان هتزعل في الاخر. لو رايك كنت بقول لك عليه نفس الكلام اللي اكد عليه، دخلش نفسك في ما دخلش نفسك في مهاترات، خلاص يا اقفل. يعني خلينا نرجع. انت اللي خسران. انا قلت لك انت هتوتر نفسك وهتدخل نفسك، انت اللي خسران. بس هو يعني نفس اللي انا قلته لك، هو نفس فعلا الكلام اللي كابتن محمد بركات، نفس الكلام اللي انت بتقوله يا كابتن وائل. فعلا ان بتيجي فتره من الفترات لازم اللعيب يقفل خالص على نفسه بشكل كبير جدا. حتى انا من رايي ولا يبص اللي يتكلم كويس ولا اللي يبص اللي يتكلم وحش، يعني يبقى في تركيز جامد جدا. وايه المشكله ان احنا نرجع زي كابتن جوهري ما كان بيعمل لنا، كان بيقفل كل حاجه علينا. مش عدم احترافيه، لان الناس يقول لك يا عم احنا دلوقتي في زمن الاحتراف ما ينفعش الكلام، لكن في وقت معين لازم فعلا انت تكون تقفل على نفسك كويس قوي عشان تركيزك. ينفع تقفل على نفسك طبعا، وينفع ان انت تركز، وفي مقابل ان انت يوم واحد هتعيشه في انت منتظره مثلا سنين. صحيح. سنين انت منتظر سنين عشان اليوم ده. صح. فاليوم ده ممكن لحظه واحده او خمس دقائق تخش تبوظ تفكيرك تماما، وتخليك تشتتك، تفكر في حاجات مش في وقتها. فانا دي النقطه، التحضير الذهني للمباراه ده، لان المباراه دي بتتلعب على جزئيات كبيره جدا وجزئيات خطيره جدا طبعا. بس انا نقطه الخبره انا اشوف ان هي في المباراه دي اللي جايه بالذات بتاعتنا بتاعه الوداد، لان فرقه الوداد بيعرفوا يلعبوا على النواحي النفسيه مع لاعبينا بشكل كويس. احنا لازم نستعد للامور دي، وهو ده الاستعداد الذهني اللي انا اقصده يعني. ان شاء الله باذن الله نكون كلنا مستعدين، ويكون الولاد يقفلوا على نفسهم بشكل كويس يا كابتن محمد، وتكون ان شاء الله يعني التاسعه من في مصر ان شاء الله في النادي الاهلي. يعني مباراه صعبه، مباراه عايزه شغل تكتيكي كويس طبيعي، عايزه جهد بدني طبيعي، لكن ان شاء الله خطوه كمان للمباراه النهائيه ان شاء الله. تعرف انا افتكرت ايه يا كابتن هاني دلوقتي وانت بتتكلم؟ عمال تبص لي كده. الناس تقفل على نفسها وبتاع وكلام من اكيد عدى عليك في المشوار، في مشوارك الطويل دوت، اكيد عدى عليك سحب الجاك بتاع التلفزيون بالليل وسحب التليفون، صح؟ ده الجاك والتليفون ده اللي هو سحب الموبايل كده يعني. دلوقتي يعني سحب الموبايل بالليل في المعسكر وتسحب جاك التلفزيون علشان تنام بدري عشان الماتش. في الاخر اكتشفنا ان العمليه مش عمليه جاك. مش مشكلة، المشكلة مش في جاك التليفون، فيك انت المشكلة، فيك انت المستعد ولا لا؟ انت لو مش عامل حساب ماتش بكرة ومديله أهميته ومركز فيه حقيقي، وحاسس ان انت لازم تبقى مركز على الأقل الكام ساعة دولت علشان تعمل ماتش كويس،
يبقى المشكله مش مشكله جاك وتليفون. كان معنا ما التليفونات كانت بتسحب وكل واحد يحط ايده في الشنطه يطلع التليفون التاني اللي جاي مستبل على شغله. الناس بتيجي باربع لا فكرني بكلام كابتن ماهر همام يا كابتن هاني وكلامه مهم يعني برضو برمجيه في كل حاجه برضو. كان معاك ثلاثه الا التركيز. ثلاث تليفونات؟ لا لا اثنين. لا لا انا كنت بسلم انا بص انا اسلم ولا اجيب تاني ولا تاني بس بس ممكن امشي بعد كده. لا طبعا هو ده المطلوب ان هو فعلا انسان يركز من نفسه يعني ده شغلك محتاج اكتر ده شغلك وعايز تقعد فيه اكتر فتره ممكن.